من بين الحلويات اللي كنحب تحضيرها لاستقبال الضيوف حلوة الإجاز، فهي ما بين الحلوى والكيك وسهلة جدا، بالإضافة أنها كتجي رائعة. المكونات الأساسية للعجين كتشبه مكونات الكيك بالزبدة، وبالنسبة لعناصر التزيين فغادي نستعملوا الزبيب، اللوز مقشر ومهرمش اللي وضعت في الفرن من قبل باش يلاه ياخذ الوقت أنه يتحمر. غادي نخرجو الآن باش نخليه على جنب حتى يبرد. نبدأ الآن في تحضير العجين. غادي نحطو أول شيء الزبدة اللي هي على درجة حرارة المطبخ في الخلاط. نضيف عليها سكر الفانيلا والسكر الخشن، ونخلط المكونات مع بعضها باش نحصلوا على كريمة. نضيف الآن مسحوق اللوز الحال. غادي نحتاج البيض، وغادي نستعمل 4 حبات كاملة ديال البيض. نخلطه مرة أخرى، والآن غادي نزيدو الدقيق مع خميرة الحلوى، بلا ما ننساو بطبيعة الحال الملح. آخر لمسة بالنسبة للعجين وهي إضافة القليل من عصير الليمون الحامض. وجد عندنا الآن العجين، غادي نمر لتحضير مكونات التزيين. كما سبق لي وذكرت، حنا غادي نحضروا حلوى بالإجاز. نبداو بتقطيع الإجاز، كنقسموا الحبة على زوج ونزولوا لها القلب والبذور. ننصحكم تختاروا دائما الإجاز ناضج وحلو. نحاولوا نقطعوا شرائح متساوية السمك باش نحصلوا على نفس النضج والليونة من بعد الطهي. نكملوا تقطيع ما تبقى من الإجاز بنفس الطريقة.
نزينوا القالب باللوز مهرمش ومحمر، نضيفوا عليه الزبيب، القرفة، والسكر. نخلطوا الكل باش نمزجوا المكونات. نرتبوا قطع الإجاس انطلاقا من جوانب القالب نحو المركز. بعد ما رتبنا قطع الإجاس غادي نرشوها بقليل من السكر، وهنا على فكرة إلا كان الإجاس حلو كيمكن لكم ما تعملوش السكر. نسموه بقليل من القرفة ونسقيوه بالزبدة مذوبة. نخليو بالنا القالب إلا كان عنده القفل كيمكن تخرج منه الزبدة خلال الطهي، فضروري جدا نوضعوا تحته صفيحة لتفادي سيلان الزبدة في الفرن. نوضعوا الآن الحلوى باش غادي تنضج في الفرن المسخن على درجة حرارة 180، كنحسبوا لها تقريبا ما بين 45 إلى 50 دقيقة. نصيحتي بالنسبة لمدة الطهي أنه المدة كيمكن لها تختلف بحسب نوع الفرن، وبالتالي دائما ملي كنجربوا الوصفة الأول مرة نراقبوا الحلوى حتى تنضج باش نتأكدوا من أن الوقت اللي كيلزمها في الفرن هو اللي عندنا. ملي كتنضج الحلوى كنخليوها تبرد تماما قبل ما نزولوها من القالب. جربوها اكيد غادي تعجبكم. لتحضير التورته بالاجاس غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده، 180 غرام سكر خشن، كيس سكر فانيلا، 100 غرام مسحوق اللوز، 4 بيضات، 200 غرام دقيق، 10 غرام خميره الحلوى، 2 قبصات ملح، وعصير نصف ليمونه حامضه. للتزيين 2 حبات اجاس، 50 غرام زبيب، 100 غرام لوز مهرمش ومحمر، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 2 ملاعق كبيرة سكر خشن، 3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.